عندي سؤال، بالنسبة لكم وشنو هو أكبر مشكل ليعاني منه السائح الجزائري؟ اليامات اللي فاتوا كنت درت لكم واحد فيديو صغيرة، درت لكم عليها على دروا شونج. حبي يقول أي مواطن جزائري عنده جواز سفر جزائري كيجي رايح سائح لكاش بلاد عنده الدروا يشري العملة الصعبة من البنكة بسعر تاع البنك، بشرط تكون رايح سياحة وعندك الدروا ديرها خطرة في العنبر. نشفى نهار حطيت هذيك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، دارت حالة، الناس كامل رياجوا عليها. اليوم واش درت؟ حكمت الباسبور ديالي، حكمت بي دافيون ديالي، واستحكمت 1,500,000 ورحت البنكة باش ندير شونج. وكيف ريت مع البنكة؟ الحمد لله عطاولي حقي تاع الشونج اللي هو 100 أورو. 1,500,000 عطاو لي 100 أورو. نشفى نهار شاركت معكم هذيك الفيديو في موقع التواصل الاجتماعي، بزاف الناس قالوا لي 100 أورو هادية، واحد يقول لك نكملها في نهار، واحد يقول لك انا تخلص لي في الايروبور، واحد يقول لك ليلا فوتيل، واحد يقول لك نحكم بها تاكسي تخلص، يعني كل واحد واش كان يقول. اليوم ان شاء الله راح نسهل لكم الحاله، راح نحكم باسبور ديالي، البي دافيون ديالي، وبيان سور 100 أورو ديالي. راح نروح لبلد اوروبي اللي العمله ديالو هي الاورو، وبيان سور ندو معنا ال 100 أورو هادية ونشوفو شحال راح تريزيستي. بعد رحلة اللي دامت حوالي 55 دقيقة من جزائر العاصمة، مرحبا بكم معايا في برشلونة كاتالونيا. إذا كان حكمك الويكاند في هاد لافيل ولا جيت لهاد لافيل بالسبت والحد، غير لوم روحك. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chulca. الكونسيبت تاع نهار اليوم راح نحكمو ل 100 أورو ديالنا ونصرفوها غير في الضروريات، يعني غير في العفايس اللي نسحقوهم، ونشوفو شحال تشدنا هاد ال 100 أورو. وفي نفس الوقت حبيت نهضر لكم على الاسعار تاع لي بي دافيون، المطاعم، الفنادق، باش نتوما اذا راكم عاولين تجوزو لي فاكونس ديالكم لهنايا فهاد لافيل تاع برشلونة تكون عندكم فكره وتكونوا عارفين شحال الميزانيه اللي تسحقوها باش تجوزو فاكونس لهنايا. بارامو الحاجه الاولى اللي راح نديرها راح نشري بارابلي. شتا راهي دايره حاله، سوا 6 أورو. من 100 أورو هادوك بسم الله بقاو لنا 94 أورو. دوكا نروح نحوسو كاش كافيتيريا نسقاو فيها ومن بعد تبان. Por favor, uno espresso. Sí. Uno croissant. Normal. Normal. Uno juice, orange juice. هنايا على بالي بلي زدت عليها، كنت قادر نلقى بلاصه واحده اخرى اللي نسقاوها فيها بسعر اقل. هادو كامل سقمونا ب 10 اورو. من بعد رحنا شرينا سيم كارد باش نسهلوا على روحنا التنقل من مكان لمكان. السعر ديالها هو 15 اورو. حبي يقول بقات لنا 69 اورو والنهار مازال ما بداش. الحاجه الاولى اللي ماذا بكم تعرفوها هي التاشيره تاع اسبانيا. اذا ماركيتو العوام هادو الاخرين قوات الهضر عليها. بعض الناس كانوا يقولوا الفيزا تاع الاسبان سهله، يعني ديبوزي مضمونه 90%، قلل فيها الرفي. وانا نقول لكم الفيزا تاع هاد البلاد كي هي كي الفيزات الاخرين، كيما تاع فرنسا، كيما تاع الالمان، كيما تاع الطليان، قدروا يعطوها لك ويقدروا ما يعطوها لكش ثاني، فيها الروفي. المشكل الكبير اللي راهو صاري في هذه الفيزا هو لي رونديفو. باش تحكم رونديفو تدفع الدوسي ديالك يحبلك بيالاس فريمون، ما فهمتش اكزاكتومون كيفاش راهم يخدموا، وما رانيش فاهم اكزاكتومون كيفاش لي رونديفو لحقوا حتى 10 ملايين. الحاجه اللي راني سير منها زواش القرمود هادو ملي طلع ربي نهار وهما يهضروا على الفيزا تاع اسبانيا في تيك توك والمواقع التواصل الاجتماعي يسالوا فيها كيلحقوا لي رونديفو بهذا السعر هذا. هي نورمالمون رونديفو باطل، بصح كي راهم يجوا يحمسوا في الناس يقولوا لهم الفيزا مضمونه، الناس ولاو يحطوا دراهم كبار على جال رونديفو برك. باش نكونوا اونات، بالباسبور الجزائري كيما يقدروا يعطوك فيزا كيما يقدروا ما يعطولكش. دوكا خلوني نديكم معايا في جوله ونشارك معاكم اشهر سوق في مدينه برشلونه اللي اسمه لا بوكيريا.
اول شيء راح يقابلك في الدخله تاع هاد السوق هو هاد الطابله تاع الفواكه من كل الوان وكل انواع. والجهه اللي عجبتني بزاف انا الجهه هاديه تاع الاسماك، والاويستر على راسه 3 ب10 اورو. حبيت نجرب الاويستر المحار، لقيت حبيبنا هذا اللي قال لي نعطيك 2 ب5 اورو. حبيبنا الحبه اويستر هذيك ما كترش كامل مع الهضره، فلفل كحل ودار لها القارص. لا بريمير فوا راح ندوقهم بالقارص ودار لهم فلفل كحل، هذا ما كان. هذه كانت جوله صغيره برك في اشهر مارشي هنايا في برشلونة اسمه بوكيريا، بوكو بليس سياحي لهنايا، يجوا لي غير السياح اللي يقضوا منه. بالنسبه لبي دافيون كاين زوج شركات اللي خدموا لالين تاع الجي برشلونة، الاولى اير الجيري والثانيه فيولينغ شركه اسبانيوليه. سعر التذاكر من 3.5 ملايين 4.5 ملايين، من ذاك يلحق حتى 6 ملايين. وشنو البروبليم؟ كاين فول واحد في النهار، وهذاك الفول لا بليبار دي طون تلقاه معمر، دونك باش تلقى بلاصه باش تلقى تريزيرفي يعني لازم تريزيرفي واحد شهرين الافونس باش تلقى بلايص ملاح وميم طون بسعر مليح ثاني. بالنسبه للمطاعم هنا في برشلونة تقدر تاكل وين حبيت وبشحال حبيت. دوك نديكم معايا لواحد المطعم جاي هنايا تاع المغاربه، كنت ناكل عنده سنه 2014 نهار جيت لهنايا المره الاولى. نروح عنده نشوفوا شحال تسقى منا ونشوفوا شحال يقعدوا لنا من 100 اورو هذيك اللي جبناها معانا. دوكا تقدروا تشوفوا كامل واش عنده في هذا المطعم، دوك نشوفوا واش نكومونديو وبيان سور نشوفوا شحال راح تسقى منا. الحاجه الاولى اللي حطوها لنا هي الزيتون، والبلا الاول اللي جبناه سلاد الروز. البلا اللي جبتو انايا متول. البلا الدوزيام اللي جابته المدام بطاطا كوشا وكويس داند. البلا هدايا سكري صالي وجبناه فلون كراميل. الفطور عند المغربي سقى منا 23 اورو شخصين. اشترى هي منها بالصح، شفتوا شحال سقى منا الفطور في المطعم هذا تاع المغاربه. كي دخل تما هذوك المغاربه يعرفوا بلي انت تزيري، الحق تاع ربي والله غريتها الله وفيك. دوكا تقدروا ديروا حسابكم وتعرفوا شحال ابيبري سقى منك الفطور ولا العشاء، باش نقول لكم ابيبري واحد 10 اورو 15 اورو تقدر تفطر الاز تاكل حتى تشبع كيما نقولوا. دوك نهضروا على لي زوتيل، دوك نروحوا لوتيل هذا اللي رانا كاريين فيه ونهضروا على الاسعار نشوفوا وين راه مواصلين. وهذه الشومبرا ديالنا اللي اونفان لقيناها اسبوع وانا طالع حابط في منصه بوكينغ، وانفان تانيك صحت لنا شومبرا فيها دوش طواليت بريفي، وعندنا اطلاله للطل ديريكت على اشهر شارع هنا في برشلونة اللي اسمه لا رومبلا. سعر تاع ليله وحده في هذا الاوتيل سقامت لي 120 اورو صراحه. كي شفت السعر تاع هذا الاوتيل توسوست له تالمون شفت لي بري كامل طالعين هنا في برشلونة، ما دخلتليش فراسي كيفاش هاد لوتيل في وسط لافيل بهاد البري. كنت وصيتكم من قبل قلت لكم ايفيتي وتجيو لبرشلونة في الويكاند، دوك نفهمكم علاش. برشلونة فيل اللي مقصوده بزاف، يجوا ليها بزاف السياح الاوروبيين باغ اكزومبل لي فرونسي لي زونغلي لي بورتوغي، كامل الناس يجوا يجوزوا الويكاند ديالهم لهنايا. دونك واش يصرى في لي ويكاند لي بري طلعوا. شفتوا هذاك لوتيل اللي يكون يسوى ب 100 اورو في جوج سيمان كيلحق الويكاند تالمون كاين بزاف لا دوموند يعاود يولي ب 200 اورو. شوفوا لي بري باغ اكزومبل يكونوا ملاح، لو كان مثلا هنايا يورغانيزيوك شي فانمون كاش حفله
ولا كاش عفسه هكذايا في برشلون لي بري تمتمي يطلعوا. برشلون معروفه بلي دورطوار، كاين بزاف هنايا لي زوتيل تلقى عنده شومبرا، فهاديك الشومبرا تلقى 10 مطارح سوبر بوزي 8 6 12، كاين حتى اللي عندهم 24 مطرح في شومبرا وحده، وعندهم سال دو بان كوليكتيف. يعني كي تكري هذيك الشومبرا نتايا تسال في المطرح ويعطيك ارموار صغيره اللي تخبي فيها حوايجك. والبري في هاد لي دورطوار تلقاهم 70 اورو 80 اورو، وشنو في الويكاند حتى هادوك يزيدوا يغلاو. واحد اللي يجي لهنايا مع صاحبو تقدر تساعدو هو وصاحبو يجوزوها كيما جات، مي بصح لو كان تجي لهنايا اون فامي ما كاش كيفاش راح تبات في شومبرا اللي فيها شحال من مطرح، ومع على بالكش كامل شكون راح يدخل يبات معاك. واذا حبيت تكري اوتيل يكون شويه رخيص تخرج من لافيل 25 كيلومتر 30 كيلومتر، تقدر تلقى اوتيل ب 70 اورو 50 اورو، ولا تكري دار شويه رخيصه. بار كونتر لهنا في برشلونه في لافيل ما ناقصين لي شونس باش تلقى دار ولا اوتيل بالبري اللي راك حابو نتايا. بالنسبه للمواصلات انا ما راحش نهضر لكم على المواصلات، المواصلات ديالكم رجليك. لافيل تاع برشلونه كلش قريب، عندك البحر قريب، عندك الجبل قريب، دونك من الاحسن تستعمل رجليك. مع العشية عودنا رجعنا إلى نفس المطعم اللي راح نتعشاو عنده. كالعادة الزيتون، أنا جبت بطاطا كوشة باللحم تاع البقري وشوية زيتون خضر. في نفس الوقت جبنا دومي بلاط على بايلا باش ندوقوها. والطبق اللي جابته المدام هي كبدة ونصوص، كيما نقولوا لها حنايا كبدة مشرملة. زدنا جبنا كاس أتاي وديسار بزوج مشروبات. الفطور سقى منا 25 أورو فاصل 50. اول فيزا جبتها في حياتي هي فيزا تاع اسبانيا في سنة 2014، واول خطرة نخرج في حياتي جيت لهنايا لبرشلونة سنة 2014 ثاني. يا حصرها دوك العوام كانت ب 14 مليون. جيت جوز لهنايا 5 ايام شابين، كلبي دافيو مع ايرالجيري، كنا نشرو هذاك الوقت مليون و 800، من ذاك الحق حتى المليون و 500. ولي زوتيل لهنايا اللي مخير فيهم 30 اورو تبات وين حبيت. لورو هذاك الوقت كان يدير 14 100 اورو مليون و 400. وبيان سور بلا ما ننساو لازم نشري لروحي سوفونير، هذه هي الحاجه الوحيده اللي نشريها لروحي كل ما نروح الكاش فواياج. شفتوا شحال جبت معايا وشفتوا شحال بقى معايا. هاد ال 100 اورو كنت قادر نماساكريها في ليله في اوتيل، ولا نحكم طاكسي من الايروبور لهنا نعاود نولي نقضي عليهم. وشنو استعملتهم غير في الضروريات، غير في الماكلة شريت بيس، ما رحت البور ركبت في البابور، ما رحت شفت ستاد تاع نيو كومب. يعني هاد ال 100 اورو استعملتها غير في الماكلة. مادام خلصونا الدراهم دوك نعاودو نرجعو للدار ونكملو السوجي ديالنا. كي تكون رايح فواياج لكاش بلاد كاين شي امور اللي تقدر تجيريهم، بار اكزومبل بي دافيون تقدر تحوس بيا رخيص، تستنى يطيحو بروموسيون، تقدر تشري سون باجاج يسقام لك موان شير، تقدر تقابر كاش بي لو كوست. حبي يقول تقدر كيفاش تجيري الميزانيه ديالك وتجيب بي رخيص. وكاين تانيك الحاجه الثانيه اللي تقدر تجيريها هي لوتيل. بار اكزومبل عندك صاحبك تبات عنده ما تخلصش لوتيل، عندك لا فامي تروح عنده ما راحش تخلص لوتيل، تلقى كاش اوتيل جروب تقدروا تكرو تما في كاش دورطوار يسقام لك مونشير. حبي يقول تقدر تلقى لهم حل هادوما. بصح بار كونتر كاين شي امور لي امبوسيبل تلقى لهم حل، بار اكزومبل الماكله، بار اكزومبل لاتراكسيون توريستيك. دوك ما تقوليش تروح لبرشلون تلحق حتى لبرشلون وما تروحش تشوف الميوزي تاع نيو كومب، ما تروحش لساغرادا فاميليا، ما تروحش البارك جويل. بار اكزومبل نتايا تجي داخل الميوزي تاع نيو كومب تخلص 40 اورو، 40 اورو كي نحسبها بدراهمنا راهي قريب مليون. وبار اكزومبل تانيك تروح تفطر ولا تتعشى فطور سامبل برك يسقام لك 10 اورو، 10 اورو نتايا راك تشريها ب 240000. المشكل الكبير تاع السائح الجزائري العمله رانا نشروها ببري طالع بزاف. انت تروح تشري 100 اورو بزوج ملايين و 400، وهاد العام راهي زوج ملايين و 400، العام الجاي يهضر شحال راح تولي. انت كي تلحق لتما راح تسحق تاكل، راح تسحق تتعشى، راح تسحق المواصلات، هادوما ما تقدرش تجيريهم. يعني عندهم دي بريفيكس، كي تكون مسافر من مدزاير لكاش بلاد يكزيجيولك شحال نتايا تجيب من بلادك. بار اكزومبل فرنسا يقول لك 120 اورو النهار لشخص واحد، قيس لوتيل وقيس الماكله. الاسبان نشبالها كانت 60 اورو، قيس الماكله وقيس النباته. كل بلاد شحال تيكزيجي لك دراهم. نتايا دروا تشونج ديالك 100 اورو، و100 اورو راكو شفتهم وين كليتهم كامل اليوم، راحو كامل في الماكله، ما درت حتى حاجه سبيسيال. وروزمو لاتراكسيون كنت درتهم بكري كي كان لورو شويه رخيص.
زوج خطرات هذوك اللي سافرتهم برشلونة في 2014 و2015 بروفيتي درت بزاف عمر. كما قلت لكم كنت قادر نقضي عليهم في دقيقه، نريزيرفي اوتيل اذا لقيت اوتيل 100 اورو، ولا نحكم طاكسي من لايروبور الاوتيل، كيلحق الاوتيل نخلص 10 اورو تاع لا طاكسي دي سيجور، ومن بعد نهار نولي من الاوتيل لايروبور. اي السلام عليكم، راحت هذيك ال 100 اورو. انت كي تكون مسافر لكاش بلاد المينيموم راح تسحق 1000 اورو، 1000 اورو نتايا راح تشريها ب 24 مليون. حبي يقول بلا البي وبلا لي فري تاع الفيزا وبلا الجريان ديالها كامل راه تخرج لك بقراوب نتاعك كيما نقولوا. بالنسبه ليا هذا هو اكبر مشكل اللي يعاني منه السائح الجزائري، ميزابار البروبليم تاع الروفي تاع الفيزا، البروبليم الكبير كامل لي رونديفو لي ما يخلوكش ميم با تلحق تدفع فيزا. المفيد التجربه تاع نهار اليوم شاركتها معكم وبارطاجيت معكم ليكسبيريونس ديالي باش نتوما تانيك تدو نظره وتدو فكره تاع شحال يسقام لك فواياج كيما اللي درتو انا اليوم. وبيان سور باش ديروا حسابكم هكذا. اتهلاو في بعضكم، نتلاقاو في فلوق واحد اخر ان شاء الله. سلام عليكم.